جدد مرصد الحريات الإعلامية رفضه القاطع لاستمرار محكمة غير مخولة بعدن في عقد جلسات محاكمة غيابية لصحفيين في القضية المرفوعة ضدهم المتعلقة بمقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في تعز. واستنكر المرصد في بيان إصرار المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن على استمرار محاكمتها غيابيا 10 صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بعقدها اليوم جلسة جديدة في تلك القضية، وقال إن هذا الإصرار يثير قلقا عميقا بشأن الحريات الإعلامية في اليمن بالرغم من المناشدات والإدانات الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية المعنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. المرصد أكد أن الإجراءات التي تقوم بها المحكمة غير صحيحة بدءا من عدم اختصاص المحكمة وانتهاءا بتوجيه اتهامات ضد الصحفيين بجريمة قتل لمجرد تناولهم لأسماء شخصيات معينة في أعمالهم الصحفية أو كتابات الرأي. وطالب مرصد الحريات الإعلامية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة إيقاف هذه الإجراءات التي تهدف إلى تضييق مساحة الحريات الإعلامية والتي ساهمت في ارتفاع عدد الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لأكثر من 2500 انتهاك منذ عام 2015. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي والناشط الحقوقي سيد عبد الرحمن برمان، أهلا وسهلا بك. إذا ما هي مخاطر استدعاء يعني صحفيين إلى محكمة متخصصة بالإرهاب بسبب كتابات وتناولات إعلامية؟ هو حقيقة بمجرد فقط الاستدعاء تكون قد وجهت رسالة إرهاب وتخويف لكل الناشطين، ليس فقط الصحفيين بشكل خاص، لكن كل من يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مستهدف من قبل هذه المحكمة. فهي محاولة لتكميم الأفواه، محاولة لإيقاف الانتقادات التي توجه للمسؤولين الحكوميين في قضية هي معروفة، قضية جنائية ليس فيها أي جانب سياسي. العميد الحمادي رحمه الله قتل في منزله وفي داخل منزله وأمام مرافقيه من قبل شقيقة، وتحولت استغلال القضايا الجنائية بصورة سيئة جدا وبشعة في الجانب السياسي، في إرعاب الناشطين الصحفيين سواء كانوا صحفيين أو ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه أمر مخيف جدا، لذلك يعني المنظمات الحقوقية أدانت هذا العمل، وإحنا في المركز الأمريكي للعدالة كنا أول منظمة أصدرت بيان أدانت هذا العمل. وكان الأمر مفاجئ جدا أن يعني المتهم الأول في هذه الجريمة هو محامي يعني الأخ ياسر المليكي، وأيضا رئيس تحرير الموقع الحرف 28 عبد العزيز المجيدي، والصحفية هو آما الصوفي، وكثير من الناشطين يعني تقريبا 9 أو 10 أشخاص ادخلوا في هذه القضية كمتهمين في جريمة القتل. يعني مجرد اليوم أن تنتقد أي مسؤول سواء كنت على حق مصيب أو حتى مخطئ، فأنت إذا تعرض هذا المسؤول لأي عمل خصوصا في حالة حرب، في حالة مماحكات سياسية، في حالة يعني ربما سيوجه لك الاتهام بانك القاتل لمجرد انك انت قد تصرف من تصرفاته. طيب يعني من الناحيه القانونيه ما مدى جدوى او ربما يعني منطقيه محاكمه هؤلاء في جريمه قتل؟ هو حقيقه الامر مضحك، لا يوجد اي مستند قانوني لمحاكمه هؤلاء الاشخاص او حتى مجرد توجيه مجرد اتهام لهم. يعني ما قاموا بكتابته هو أمر واضح، لم يكن دعوة للقتل ولكنه كانت مجرد انتقادات، سواء كانوا مخطئين أو مصيبين، سواء كان العميد الحمادي على حق أو كان أيضا عليه انتقادات، هي مجرد قول يعني إبداء رأي، مجرد انتقادات يعني لا تتجاوز هذا الأمر. لكن أن توجه لهم تهمة بالقتل أو التحريض على القتل،
هذا الأمر هو أمر خطير جدا في غاية الخطورة، ولا مشروعية قانونية نهائيا، لا يستند إلى أي سند قانوني، سواء أنه اليوم لدينا قضاء مهترئ، قضاء تسيطر عليها الجماعات المسلحة سواء كان في مناطق سيطرة الحوثيين أو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خصوصا في مناطق في محافظة عدن ولحج وأبين وما حولها، المحافظات التي تسيطر عليها المجلس الانتقالي. أصبح القضاء أداة من أدوات القمع، أصبح القضاء بدلا أن يكون الحامي للحقوق والحريات، الحامي لدماء الناس وأعراضهم وكرامتهم وحريتهم، أصبح اليوم أداة من أدوات القمع، من أدوات القتل، لأنه هناك أحكام صدرت على كثير من الأبرياء من قبل المؤسسة القضائية التي أصبحت اليوم ضمن هيكلية الميليشيات. اليوم الميليشيات لديها هيكل قضائي، كما لاحظنا في جماعة الحوثي حولت القضاء إلى مؤسسة تتبع الجماعة، وكذلك اليوم تمشي على نهج الجماعة المسلحة التي موجودة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي سيد عبد الرحمن برمان، شكرا جزيلا لك.